فطبعا هرب مروان حيني خائف خوفا شديدا، اهل المدينه ثاروا سوف يذبح، فبس مش قادر يحمل ثقله مع اولاده وزوجاته كذا، فراح لابن عمر قال له لا لا افعل. اها عارفين لجأ الى من؟ شيء لا يصدق، الى زين العابدين عليه السلام. يا الله، الى زين العابدين؟ الى علي بن الحسين اللي قتلته قبل سنتين؟ الى علي الذي قتل اخوه علي الاكبر اولاد عمه واخوه الثاني واخوه الثالث؟ مش معقول. الى علي الذي ظل الى ان لقي الله كلما وضع له طعام او شراب يبكي، عمره ما اكل زينه، كلما وضع له قال له مره يا مولاي يا سيدي يعني اتبكي كلما قرب اليك طعامك؟ قال له كيف هذا؟ يعقوب قال له ابو يوسف بكى عليه 40 سنة ويوسف حي لا يزال، وانا شهدت مقتل ابي واخوتي واولاد عمي واهل بيتي 17 قال له في ساعه واحده، قال له فلا ازال ابكي عليهم حتى القى ربي. عمره ما نسيهم. يأتيه الملعون مروان بن حكم اللعين ابن اللعين ويقول له ايه؟ يقول له يا قال له ايش؟ قال له فقط حريم زوجاتي وعيالي تضعهم مع اهلي فيكونون في حفظ. قال نعم افعل ان شاء الله. يا ابي قال ليش حبهم فرض؟ ليش انت بنحبهم؟ ليش بنموت بحبهم؟ وليش بنكره اعدائهم من العنزه؟ لابد ان نحبهم وان نموت فعلا في حبهم والله العظيم. لابد ان نذوق حب اهل البيت. ايش الحظر هذه؟ ايش العظمه هذه؟ ايش الرجوله هذه؟ قال له افعل ان شاء الله. انت سر على بركه الله، روح اهرب شوف جماعتك في الشام وانا ايه بحفظ لك اهلك. يقول ابن كثير يذكر هذا. يقول فاخذهم واحتملهم مع عياله حتى وصل بهم الى يمرو، حطهم في يمرو. لانه خاف ان يكبس بيته والناس ثائرين عنه، فورا حيسمعوا عرفوا انه وين زوجة مروان وين اولاده، حنذبحهم كلهم زي ما ذبحونا. وامبارح ذبحوا اهل بيت النبي. وعلى فكره جزء من اسباب ثوره اهل المدينه ولا يذكره كثير من مؤرخينا الانتصار للحسين. نعم نعم غضبوا جدا جدا يا اخي، كيف يفعل باهل بيت النبي ما فعل؟ ظلت حسره. هذا جزء كبير بسبب ثوره المدينه ايضا. وطبعا كان سينبح كل الاموي من هؤلاء الذين شاركوا او باركوا يقتل مباشره، وما زالوا في سلك السلطه، في سلك ايه؟ السلطه عمال الا ويلعن عليه على المنابر. ما في شوف زين العابدين لم يكتفي، لو كان عنده ذره من خبز. انا هذا اللي هذا الذي يجيبه يا اخي الامام علي فمن دونه شيء لا يكاد يصدق والله العظيم. يا جماعه ناس ليس عندهم ذره خبز او سواد، صفاهم الله وطهاره وعفه ويقين وايمان، شيء عجيب. انا كم اخذت خطبه ستبدا تشعر بطعم الايمان الحقيقي حين تاخذ بكلام رسول الله ادبوا اولادكم على كثرة وحب اهل البيت. هي تبدا تدرس سيره اهل البيت ومناقب اهل البيت وافعال اهل البيت وكرامات اهل البيت، تبدا تشعر انك اكتشفت الاسلام من جديد وبجمال وروعه، روعه اقسم بالله روعه غير عاديه. وانا شوف الان اقسم بالله وانا رجل كما قلت لكم لي في العلم من غير تبجح يعني قريب من 40 سنة في جيراي وديدني ومسلاتي في راحتي وتعبي وليلي ونهاري وسوادي وبياضي العلم والكتاب. أقول لكم عن خبرة 40 سنة أقسم بالله اكتشف الإسلام فعلا وتشعر بروعة غريبة جدا جدا، شيء غير عادي يا أخي. سر في سر. ولذلك إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. وأنا أقول لكم آل محمد قوم صلي عليهم في كل سنة فأعرفوا آل محمد وأعرفوا لهم قدرهم وتأدبوا بآدابهم. أمثلة وقدى وأسى لنا بعد رسول هؤلاء ما في. وبعدين شوف هذه العابدين أبوه خير منه. شوف الحسين عظمته أبوه خير منه.